السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بمراحل متعددة بدت حكومة الخدمات لتغيير الصورة عن واقع الخدمات والإعمار في البلد، عملت على إصلاحها من خلال إصلاح الطرق والجسور وإعادة إعمار المشاريع المتلكئة أو على وشك الانهيار. كذلك عمل الجهد الخدمي على فك الخناقات المرورية في الطرق العامة، وما زالت نتيجة هذه الخدمات تصوب نحو تثبيت ركائز التغيير من خلال تتابع الأعمال. فالمرحلة الأولى كانت ثورة إعمار وخدمات وعدت بها منذ طرح البرنامج الحكومي، أما اليوم فالمخصصات المالية في الموازنة لمشاريع الإعمار والخدمات تشير إلى إحداث تغيير واضح بثورة ثانية على الواقع الخدمي عقب إقرار الموازنة العامة. فإن الاتفاق على الخطوط الأولية للانتخابات التشريعية في برلمان كردستان لم يمحو الخلافات بين أقطاب السياسة لأحزاب الشمال، خلافات عميقة وصلت حد الاشتباك بالأيادي وحولت قبة التشريع والرقابة إلى حلبة صراع إثر غياب الاتفاق في نقاط مفصلية من العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بمقاعد الأقليات والمفوضية. هذا التوتر اللي خيم على المحافظات الأربعة قلص من فرص الاتفاق وسحب مرتكزات تدعيم مسار الذهاب نحو الاقتراع. فالحسابات الانتخابية تفوقت في اختيار ردم الهوة ومساعي فتح لصفحة جديدة بين أكراد العراق. هاي الملفات راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجدداً. مشاريع وخدمات ما زالت بانتظار إقرار الموازنة، فالحكومة الحالية اليوم عملت على تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة المرتقبة للشروع بتنفيذ المرحلة الثانية بعد إقرار الموازنة. لكن هنالك من يرى أن بعض العراقيل تقف أمام استكمال هذه المشاريع وأبرزها السعي إلى تأخير إقرار مشروع الموازنة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. المضي قدما نحو تحقيق الخدمات على أرض الواقع بتسابق مع الزمن، سمات برزت على عمل الحكومة الحالية. هكذا وصف المراقبون أداء حكومة الخدمات منذ الوهلة الأولى لتسنمها المسؤولية، من خلال إيلائها اهتماما كبيرا لملف الإعمار والخدمات، الأمر الذي أصبح تحت مجهر متابعتهم للمشهد السياسي وما أحدثته الحكومة من تغيير ملموس في واقع الخدمات. العهد جديد إن صح التعبير هو عهد الخدمات، وهذه الخدمات ستكون محتسبة للنظام السياسي بالدرجة الأساسية مباشرة التي تقوم بالأعمال، لكن هذا يعني أن نظامنا السياسي قد يكون في المسار الصحيح والسلطة التنفيذية نفذ ذلك المسار. تحركات التغيير والإعمار في الحكومة الحالية مرحلة جديدة تمر على واقع البلد، لا سيما بعد تخصيص مبالغ مالية في الموازنة المرتقبة للمشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة. لكن وبحسب المراقبين هناك عراقيل تتباين بين المصالح الشخصية والحزبية التي تحاول الحيلولة دون إنجاز المشاريع والوقوف في عجلة استمرار الحكومة الحالية. اليوم العراق بحاجة إلى خدمات، هو هذا واقع، وهذا كل إنسان سواء كان على مراقب للعملية السياسية أو الاقتصادية أو مواطن يعني أن الخدمات أصبحت حالة ملحة. لكن هناك عراقيل كثيرة، عراقيل قانونية وعراقيل إدارية وبيروقراطية وروتين، إضافة إلى جهات سياسية وكتل سياسية وتكتلات أخرى سواء كان سياسية أو غير سياسية، بل وحتى خارج الحكومة العراقية تعمل بالضد بقرارات الحكومة المراعاة لمصالحها الشخصية أو مصالحها الفئوية. فوعود تقديم الخدمات نفذت على أرض الواقع بمراحل الإعمار التي تعمل على تنفيذها حكومة الخدمات تباعاً وفق الأولويات التي طرحت في البرنامج الحكومي، وما زالت بعض المشاريع تنتظر إقرار الموازنة، وهذا ما صرح به خبراء بالخطوات الجدية إشارة لوجود ثورة إصلاحية ثانية في الخدمات استكمالا لما جاءت بالمرحلة الأولى قبل التخصيصات المالية في الموازنة. نهى الشمري، الأيام. في
هذه الحلقة. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حسين الكناني المحلل السياسي، حياك الله أستاذ حسين ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالدكتور محمد البغدادي المشرف العام للمركز الوطني للمراقبة والتقييم ضيوفا كرام. حاكت الموازنة العامة حاجات الفعلية من مشاريع وبنى تحتية خاصة بعد سنين من الإهمال، وهذا ما يعني الحاجة اليوم للموازنة حاجة مضاعفة، مضاعفة عن الماضي ومضاعفة للمستقبل باعتبارها أنها موازنة لثلاث سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر استضافتنا في قناتكم موقرة بداية. وموضوع الموازنة موضوع شائك جدا، ومن حق الشعب العراقي أيضا أنه يتمتع بالخيرات اللي موجودة في هذا البلد العظيم. المشكلة أنه إحنا منذ سنة 90، أي من بداية الحصار وحتى يومنا هذا، أي يعني منذ 30 سنة، إحنا العراق ما شاف خدمات. دائما كان النظام السابق يتحجج بوجود الحصار، وبعد ذلك أنه مر بلدنا العزيز مر بالكثير من الولايات منها الاحتلال، وبعد ذلك الحرب الطائفية الداخلية، وبعد ذلك مرنا بمرحلة القاعدة ومن ثم داعش. و يعني هاي أول حكومة أو أول موازنة هذه السنة يعني تلتفت إلى الخدمات، ومن حق الشعب العراقي أيضا أن يطالب بالخدمات. يعني شنو فرق الشعب العراقي؟ إحنا بلد نفطي، ولكن لم نجد أي مظاهر للبلد النفطي. دائما البلدان النفطية بلدان غنية، دائما مترفة، دائما الحاجات الكمالية يتمتع بها الشعب العراقي، لكن احنا مع الأسف ان الشعب العراقي الأمور الأساسية ما يحصلها. وبعدين جاي يطلب الشعب العراقي، بل يطلب غير بس انه يريد له شارع نظيف، يريد له مجاري، اجل لكم الله تكون يعني تفي بالحاجة، يريد انه ماء صالح للشرب، يريد خدمات عامة. يعني هاي مطالبه، وهذه هاي مو مطالب، هاي حقوق اصلا. نعم نعم. طيب استاذ حسين حياك الله مجددا، التأخر في اقرار الموازنة لغاية الان، هنا نسأل هل سيمحو فرص تنفيذ هذه المشاريع، أم أن المدة الزمنية حسب وجهة نظرك ما زالت في متناول الأيدي ولم ينفذ الوقت بعد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لا ريب أنه مسألة تأخير الموازنة سوف تلقي بظلالها السلبية سواء على حياة المواطن أو على المشاريع التي الكثير منها متلكئ بسبب عدم تخصيص الأموال، وأيضا تؤثر بشكل مباشر على المنهاج الحكومي. حتى هذه اللحظة الحكومة تدعي أنها ليس يعني لا تستطيع أن تحاسب حتى الوزراء باعتبار أنه لا توجد تخصيصات مالية، ولم يتم إقرار الموازنة حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا يمكن تطبيق أو العمل على ضمن المنهاج الحكومي. ومن هنا أعتقد أنه هنالك قد تكون أهداف سياسية، أو هنالك بعض الشخصيات تسعى لتعطيل الموازنة من أجل تحقيق أهدافا سياسية. والحكومة تعرف جيدا أيضا الموازنة باعتبارها لثلاث سنوات تعتبر نوعا ما غريبة على البرلمانيين، ويعتبر أنه تجاوز على أو قفز على صلاحياتهم. وأيضا هنالك بعض النقاط التي ممكن أيضا أن تكون سببا وراء عدم تمرير أو عدم التصويت على الموازنة. في نهاية المطاف الموازنة ضرورية من أجل دفع الاقتصاد العراقي، وكذلك ضرورية من أجل إتمام المشاريع، خصوصا أن هنالك الكثير من المشاريع المتلكئة، وأيضا كما ذكرنا هنالك مشاريع أخرى ممكن أن تكون لها آثار إيجابية على حياة المواطن أو على الاقتصاد العراقي بصورة عامة. طيب دكتور، هنا نتحدث عن تكرار الموازنة لثلاث سنوات، أشرت لحضرتك وأستاذ حسين، هل راح يرفع عن البلاد سمة التأخر في مقبل السنين ونكون أمام مواعيد أكثر دقة، باعتبار أن هذه الموازنة إذا ما مسكتها الحكومة من المؤمل أن تكون هنالك نسب إنجاز مرتفعة خصوصا في المشاريع الاستثمارية؟ مؤكدا ذلك، لأنه أصلا هي إحنا هسه حاليا إحنا على مشاريع في الشهر السادس، وإلى هاللحظة هاي ما قررناه، وما ندري إنه شو وقت راح تقرر، هل راح تقرر هذا الشهر أم شهر أم عدة أشهر أخرى. يعني هذا إحنا متأخرين جدا، المفروض إنه الموازنة تقرر منذ الشهر الثامن أو التاسع السنة السابقة، لأنه المفروض إنه أي جهة
مستفيدة من التخصيصات، كأن يكون وزارات الدولة ومحافظات وكل محافظة من المحافظات وكل الجهات المستفيدة من التخصيصات المالية، تكون كل وحدة تعرف استحقاقاتها حتى تعرف أوجه الصرف وين، تعرف إنه وين راح توديها، تعرف قد المتخصص إلها. المشكلة إنه أكو مشكلة عظمى الكثير مدى يلاحظوها، إنه أصلاً أكو سوء بالتوزيع الميزانية. يعني إلى هاللحظة إحنا مدى نعرف المحافظات كيفية توزيع التخصصات إلها، هل هي على المساحة الجغرافية أم على عدد السكان أم ما هي آلية التوزيع؟ بعض المحافظات مثل محافظات الفرات الأوسط مثلا، الديوانية، السماوة، الناصرية، الكوت، الحلة، هذول المحافظات تعتبر من المحافظات الفقيرة جدا مقارنة بمحافظات الوسط والشمال. لماذا أنه على سبيل المثال بعض الأقضية في محافظات الوسط والشمال تخصصاتها أكثر من محافظات الفرات الأوسط أصلا؟ يعني الحق على وواجب على نواب اللي خرجوا من هذه المحافظات المطالبة بحقوق ناخبيهم، الناخبين اللي صعدوهم للبرلمان المفروض يطالبون بحقوقهم. لماذا هذا سوء التوزيع؟ فإحنا نطالب أنه لذلك أنه تلاحظ أنه الخدمات إذا ما نقول متردية فنقول معدومة في محافظات الوسط والجنوب. العمارة مثلا تلاقيها يعني من المحافظات الفقيرة، الناصرية، السماوة، الكوت، هاي كلها محافظات فقيرة. يعني إحنا نطالب أنه بعدالة بالتوزيع، ونعرف أنه كيفية توزيع هذه المبالغ. وكذلك أنه مثل ما ذكرت حضرتك أنه 3 موازنات، هاي الطريقة يا ريت لو تنفذ، يا ريت لو أنه يصادقون عليها حتى أنه من هسه نعرف أنه ل3 سنوات قادمة نعرف أنه وين راح تروح الأموال كل محافظة أو كل وزارة أو كل شيء، تعرف تخصصاتها حتى تعرف أوجه الصرف. يعني هذا في شيء مهم جدا، لكن المشكله انه ما نراعي هالشيء. لكن مع الاسف انه بعض الكتل من قبل ما تنزل قبل ما يصوت على الموازنه من هاللحظه هاي يشرطون، اذا ما تخلون فلان قانون احنا ما نوافق عليها واحنا كذا، وقاموا يشرطون ودي دي دي يعني دي يدعمون في مقدرات ابناء الشعب. هذا الشعب المسكين اللي يطمح للخدمات، بس يريد خدمات، ما يريد شيء، يريد خدمات، يريد حقوقه، ما يريد في اشياء كماليه. الخدمات ضمن الحقوق، والمشاريع الخدمية والاستثمارية أيضا ضمن الحقوق. أستاذ حسين، لما يكون عندنا عجز مالي، هل راح يكون هذا العجز عائق أمام تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية والخدمية؟ هل يمكن تجاوز هذا العائق؟ هل أن هذه الحقوق من الممكن أن تؤدى على أتم وجه من الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة خدمات؟ قد تكون من النقاط التي أو من العقبات التي قد تواجه هذه الموازنة هي مسألة العجز الكبير المحتمل. هنالك أكثر من تقريبا 60 تريليون، وبالتالي رقم كبير جدا، بالإضافة أنه أيضا احتساب سعر النفط على 70 دولار، وهو الآن قريب إلى حد ما، يعني هو لم يصل حتى 70، وإنما احتمالية بعد 3 سنوات هنالك متغيرات كثيرة تطرأ على أسواق النفط، والكل يعرف أن أسواق النفط عادة ما تكون أسواق غير مستقرة وتتأثر بالكثير من القضايا السياسية وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة، بالإضافة أن هنالك لاعب أساسي ممكن أن تؤثر على أسعار الأسواق النفطية، باعتبار أن العراق ليس دولة عراقية لا تتحكم بهذه الأسعار، وإنما هنالك عامل خارجي هو من يتعثر من يؤثر ويتحكم بأسعار النفط. ومن هنا أعتقد هنالك الكثير من العقبات تواجه هذه الموازنة، وبالتالي إمكانية أن تتأثر في حال نزلت أسعار البرميل دون 70، وأيضا ما استطاعت اللجنة المالية وكذلك البرلمان أن يقلل نسبة العجز إلى أقل من هذا بكثير، باعتبار أنه احتمالية أن تواجه بعض المحافظات وهي تتحمل هذا العجز، باعتبار أنه عادة ما لا تستطيع الحكومة أن تلبي كل هذه الأموال، وبالتالي سوف يكون هنالك تأثير كما ذكرت على الخدمات،
وعلى المشاريع، وبالتالي الحكومة قد لا تستطيع أن تفي بكل التزاماتها وبكل الوعود التي قطعتها، وبالتالي أيضا ممكن أن تستخدم كورقة ضغط سياسي باعتبار أن هنالك الكثير من القوى السياسية الآن تتربص بالحكومة وتحاول أن تجد بعض الثغرات، وأيضا الإعلام ممكن أن يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة وبالتالي تعجز عن حل هذه الأزمة التي احتمالية مواجهتها احتمالية كبيرة. طيب هنا نتحدث دكتور محمد عن يعني الصفة الخدمية، لما أن هنالك مؤشرات غير قليلة في تعاظم نسب تخصيصات الوزارات على حساب المحافظات، وأن الميزانية أو الموازنة وصفت بأنها موازنة وزارات وليست موازنة محافظات. هنا نتسأل، هل راح تثقل هذه الخطوة مسيرة البناء والإعمار على الصعيد العام والذي يطمح إليه المواطن العراقي، أو هو ضمن استراتيجية الحكومة العراقية؟ يعني برأيي أنه أول شيء يعني يجب أن تكون عدالة بالتوزيع ما بين المحافظات والوزارات وإلى كل الدوائر والجهات المستفيدة من التخصصات الموازنة أولا، لكن أيضا أنه يعني أنا بالنسبة لي أعتقد أنه ما أكو عجز بالموازنة، لكن أكو سوء تصرف في توزيع المخصصات. يعني أكو الكثير من دول بالعالم يعني ما عندهم هالميزانية العملاقة، لكن دا يعرفون يصرفون وعندهم خدمات ممتازة بالنسبة لأبناء الشعب، ودي يجدون كل شيء، خصوصا بعض الدول الجوار تلاقي فيها أنه أرقام بسيطة جدا، لكن دي يديرون البلد بهذه الأرقام البسيطة، والمواطن ما محتاج أي خدمات لأنه دي يلقى كل استحقاقاته وكل يعني المستحقات اللي يريدها او حقوقه اصلا دي يشوفها انه لاقيها من يعني الخدمات العامه البلديه، الشوارع، الماء، المجاري، الكهرباء، كل شيء متوفر عنده. يعني صح يمكن بأجور اكثر من عندنا هنا، لكن دي يحصلها. احنا المشكله انه المواطن العراقي مو مواطن فقير، احنا شعبنا مو شعب فقير، شعبنا شعب غني، لكن ما يلقى انه الغني والفقير عندنا بالعراق ما يلقى كهرباء، ما يلقى مي مستمر، ما يلقى شارع نظيف، ما يلقى مجاري سالكه، ما يلقى كل شيء، يعني ازدحام بالشوارع. هذه المستحقات الشعب العراقي، واللي انه هي حقوقه اصلا. لذلك انه احنا يعني مو متفضلين علينا انه ينطونها، لا هي حق مكتسب المفروض انه للشعب العراقي. نعم. طيب الاستاذ حسين، يعني التواصل مع العالم الخارجي، الشركات الاقتصادية، لما تكون يعني هنا خلينا نتساءل خاصة فيما تشهده المنطقة من استقرار، هل راح يدعم تحولات الإعمار اللي يصير نحوها العراق برأيك؟ الشركات العالمية وكذلك الإقليمية عيونها منصبة على الاقتصاد والسوق العراقي، يعتبر سوق واعدة، وبالتالي بكر الكثير من هذه الشركات والدول لاحظنا منذ 2003 مع عدم وجود استقرار أمني وسياسي نتيجة الحرب مع الإرهاب، وكذلك بعض التدخلات السلبية لبعض الدول في الإقليم وخارج الإقليم، لكن مع ذلك نجد الكثير من هذه الشركات ما زالت لديها رغبة كبيرة للعمل في قطاعات مختلفة، قطاع خصوصا قطاع الطاقة، الكهرباء والنفط والغاز، بالإضافة لقطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، كل هذه أسواق واعدة. لكن العراق ما استفاد حقيقة حتى هذه اللحظة من هذه الاندفاع وهذه الرغبة لهذه الشركات، ولاحظنا تحول العراق إلى سوق لتصريف منتجات، خصوصا إذا نأتي نشاهد أنه أكثر من 90% من يعني ما تعتمد عليه الأسواق العراقية هو مستورد من الخارج. لم يستطع العراق الاستفادة، يعني الاقتصاد العراقي لم يستطع الاستفادة من هذه الشركات، وأن ينشئ مدن صناعية ممكن أن تقلل ويعني الطلب على هذه الشركات الخارجية. كما ذكرت الوعود الكثيرة التي أعطيت أو قطعت للحكومة إما لم يتم الوفاء بهذه الوعود من قبل هذه الدول، وإما هي تريد أن يعني أن تستفيد وتقدم مصلحتها على مصلحة العراق، باعتبار أنه عدم الاستقرار الأمني والسياسي عادة ما يكون ذريعة للتنصل من هذه العقود والعهود، وبالتالي لا يستطيع العراق الاستفادة من هذه الشركات.
كما ذكرنا ما زالت الرغبة موجودة لدى الكثير من هذه الشركات، ممكن الاستفادة منها، والكثير منهم ينتظر. يعني على سبيل المثال هنالك نوع من أنواع التزاحم بين الدول الكبرى على السوق العراقية، هنالك تزاحم واضح بين الصين والولايات المتحدة وأيضا من جهة، يعني والدول الأوروبية أيضا تريد أن تجد لها مساحة في العراق من أجل العمل بأي قطاع ممكن أن تراه مناسبا. لكن حتى هذه اللحظة هذا التعارض بين هذه الاقتصاديات يمنع العراق، أو ما استفاد العراق من هذا التدافع، بل على العكس أنفقت وهدرت أموال كثيرة، وما زلنا لا نستطيع أن نلبي أهم عصب للداعم للاقتصاد وهو قطاع الطاقة والكهرباء. حتى هذه اللحظة يعني نجد أن هذا القطاع ضعيف، لا يمكن الاعتماد عليه بصناعة أو بتشكيل صناعة قوية ممكن أن تردف في الاقتصاد العراقي. نعم. طيب هنا تسأل أيضا دكتور محمد عن ترميم هذه المشاريع الحكومية اللي مرة انطلق بعضها وتلك البعض الآخر، يعني راح يكون بعد الإقرار جميع هذه المشاريع ذات ملامح خدمية في ترميم العلاقة مع الشارع. هنا أكو مرات بعض الجهات السياسية أو غيرها تحاول عرقلة هذه المشاريع كي لا تحسب للحكومة، هذا شلون نعالج هذا الفكر وهذا الوعي المتدني؟ يعني حقيقة أنه المفروض أنه احنا دائما نقول الله يكون بعون الحكومه اللي تشتغل ضد الجميع. يعني مع الاسف انه الجميع دا يشتغلون ضد الحكومه، ليش هالشكل هذا؟ المفروض انه جميع الاحزاب، جميع الكتل السياسيه، جميع يعني تدعم مسيره الحكومه، يجب هي انه نضع يدا بيد لخدمه الشعب العراقي. الشعب العراقي هو اللي دا يرفع هالكتل هذه، هو اللي جابهم الى مقاعد البرلمان. المفروض انه يكونون اي مواطن شريف اليوم المفروض انه يضحي في سبيل مصلحه الشعب العراقي، هذا الشعب العظيم اللي وصلكم لاعلى المناصب، هذا الشعب اللي عانى الويلات الى ان وصلنا الى هذه المرحله. يعني ما اريد ليش انه البعض يعني مثل ما يقال انه يضع العصي في العجلات. يعني هذا المفروض انه يعني والله يكون بعون الحكومه دائما نقول انه اللي قاعده تشتغل ضد التيار تمشي. ليش هالشكل هذا؟ احنا يجب ان يكون الجميع خدمة للشعب العراقي، هذا الشعب العراقي العظيم. يعني مع الاسف انه الكثير دا يشتغلون ضد مصلحة الشعب العراقي. انا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد البغدادي المشرف العام المركز الوطني للمراقبة والتقييم، اثريت الحوار في هذا الملف. شرفت بكم. وشكر كثير لحضرتك استاذ حسين الكناني المحلل السياسي، تحدثت ب هذه الجزئيات المهمة. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة وبعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله. بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ مخلد حازم المحلل السياسي والخبير الامني، حياك الله استاذ مخلد ضيفا كريما. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد غازي ككاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من اربيل، حياكم الله ضيوفا الكرام. ابدا مع حضرتك استاذ مخلد، لما نتحدث انه بعد الاتفاق الاولي على تحديد موعد الانتخابات لبرلمان كردستان، وطبعا يعني هذا الامر تم التوصل اليه بعد اكيد مشاورات مكثفة أخذت من الزمن ما أخذت، هل هدمت جلسة اليوم أو جلسة يوم أمس تحديدا نقاط هذا الاتفاق برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين القناة. يعني حقيقة نحن اليوم نرى ما هذا الخلاف الذي هو موجود ما بين الديمقراطية وما بين الاتحاد، يعني منذ فترة ومنذ الانتخابات 2021
بدأنا نرى أن هنالك هفوات وخلافات قد تظهر إلى السطح، عدم وجود توافق كامل ما بين الحزبين، كل منهم يذهب باتجاه رأي معين، لكن نحن نعرف أن دائما هذين الحزبين ما يصلوا إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف، لأنهم على اعتبار أنه الاتفاق هو يصف في مصلحة إقليم كردستان، على اعتبار أن المصلحة العامة هي مصلحة قومية قبل أن تكون مصلحة شخصية. بالتالي ما حصل في برلمان إقليم كردستان هو أكيد يعكس حالة سلبية عن الديمقراطية الحقيقية التي نسمعها والموجودة في إقليم كردستان وبرلمان إقليم كردستان. الذي حصل هو شجار قد يفوق ما نطمح به، أو يفوق ما يفوق ما نوصفه. بالتالي اليوم نرى أن الخلاف قد يفضي إلى خلافات أخرى، قد تشق العمق في ما بين الحزبين الكرديين، وهذا أكيد لا يصب في مصلحة الإقليم، وأكيد لا يصب في مصلحة المركز. نحن دائما ما كنا نتكلم ونقول أن الحزبين الكرديين هما في بعض الأحيان يكونوا نموذج ويكونوا بيضة القبان إلى الحلول في بغداد، لكننا مع الأسف نرى أن ما حصل هو فرض إرادة من بعض نواب إقليم، بعض نواب الديمقراطي الكردستاني على بعض بنود الجلسة، وهذا أكيد غير قانوني وغير دستوري. الموضوع يحتاج إلى رؤية مشتركة، يحتاج إلى طاولة، يحتاج إلى بحث عميق في الآلية المراد منها وضع هذا البند في جلسة مجلس النواب، وإلا لا نتمنى أن تصل المرحلة بين الحزبين إلى ما وصلت إليه البارح. نعم. الاتحاد الوطني، وهنا أجد ترحابي بحضرتك أستاذ غازي كاكائي، نتحدث عن الاتحاد الوطني برئيس البرلمان، رفع الجلسة، لكن الحزب الديمقراطي بالنائب الأول أمر باستكمالها، هذا كذا ورشح إلى الإعلام وأفضى هذا الأمر إلى مقررات تتعلق بتفعيل عمل المفوضية، وهذه الجدلية نسأل عنها، هل هي من كانت الشرارة الأولى في حدوث إشكالات قانونية أضيفت للسياسية؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدين الأعزاء. صراحة أثناء تشكيل الحكومة الحالية الكابينة التاسعة في إقليم كردستان كان هناك اتفاق سياسي بين الاتحاد والديمقراطي وحزب التغيير بأن تكون كل القضايا الوطنية المصيرية والانتخابات وتشريع قانون أو تعديل أي قانون يجب أن يسبقها اتفاقية بين بالأخص الاتحاد والديمقراطي، لأن وضع العراقي لربما يختلف، وحتى مشابه للوضع العراقي هو وضع في أقليم كردستان بسبب كثرة المكونات والأحزاب السياسية، لربما بعض المرات الاتفاقيات السياسية والعرف السياسي يفرض نفسه. لذلك في جلسة اليوم أو يوم أمس، قبل جلسة يوم أمس، قبل يومين، عندما كان هناك اجتماع بين الاتحاد والديمقراطي، والاجتماع أفضى بدون نتائج، كنا نتوقع هذه الخطوة من الديمقراطي باعتبار حسب اتفاقيات بين الاتحاد والديمقراطي والتفاهمات الذي حدث قبل فترة بعد قطيعة سنة ونص أو بعد خلاف سنة ونص بين الحزبين الرئيسيين. الصراحة الاتحاد أعطى أولوية للانتخابات بمبادرة من الرئيس باب الطلباني في شباط الماضي، يجب أن نكون حريصين كل الأحزاب الكردية على إجراء الانتخابات وفي موقع في وقت محدد، لأن هناك ضغط دولي وهناك ضغط داخلي، ضغط من الشارع الكردي وحتى بقية القوة السياسية الموجودة، باعتبار أصبحت عملية ديمقراطية أو الديمقراطية في الإقليم أمامها علامة استفهام وتساؤل كبير. لذلك كان مفروض منا أن نعطي هذه الأولوية، وجلسة يوم أمس أو قبل الجلسة عندما أسلف بأن هناك خطوة استفزازية
بأن حسب النظام الداخلي للبرلمان المادة 48 رابعا لا يجوز إدخال أي فقرة إلى برنامج عمل الجلسة أقل من 24 ساعة، يعني هذا لا يجوز حسب النظام الداخلي. وبـ 19 ساعة الحزب الديمقراطي الكردستاني أدرج فقرة تفعيل المفوضية، الاتحاد مع تفعيل المفوضية، لكن بحزمة واحدة تفعيل المفوضية، تعديل قانون الانتخابات، وضع المكونات أن تكون متعدد الدوائر، والاعتماد على سجلات الاتحادية في بغداد أي البيومتري في انتخابات العراقية التي أجرت في انتخابات السابقة. طيب. لذلك أردنا أن تكون هذه الملفات كلها في حزمة واحدة، لكن أصر الديمقراطي أن يمرر ذلك، لكن لم يستطع، لأن فتح الجلسات وإدارة الجلسات هي من صلاحية الحصرية لرئيسة البرلمان حسب المادة 18. ثالثا رئيس البرلمان ولها أحقية أيضا في تأجيل وإنهاء الجلسة، وحسب مادة 18 أيضا الحادي عشر بدون إمضاء رئيسة البرلمان أي شخصية أخرى، نائب الرئيس والسكرتير لا يستطيعون مخاطبة أي مؤسسة رسمية داخل الأقليم وخارج الأقليم. لذلك عندما تنهي رئيسة البرلمان الجلسة لا يبقى صلاحية لأي شخصية أخرى أن يقول يستمر الجلسة أو لا يستمر. لذلك اللغة العقلانية هذه الملفات المصيرية يجب أن نتفاهم عليها بالحوار وليس في فرض إرادة. طيب. أو سيد غازي خلينا نشرك بهذا الرأي اللي تفضل بالأستاذ مخلد. لما يكون خلاف الحزبين الرئيسيين أستاذ مخلد بهكذا شكل، هل بدت فرص التوافق على مسار الانتخابات التشريعية في الإقليم؟ هل يمكن اعتبار الاستحقاق الانتخابي هو اختبار حقيقي للإرادة اللي عبرت عنها المكاتب السياسية الحزبين في فتح صفحة جديدة في علاقاتهما؟ يعني حقيقة نحن استبشرنا خيرا. نعم. في آخر لقاء يعني بين قطبي الكرديين وأن هنالك حلحل الأمور وهنالك ابتعاد عن الخلافات السابقة وهنالك فتح طاولة حوار، وهذا هو ما يحتاجه إقليم كردستان حقيقة، لأن دائما يعني في جميع مراحل العمليات الانتخابية أو شيء من هذا القبيل لا يمكن أن تفضي أي صراع إلى نتيجة معينة إلا عن طريق طاولة الحوار. يعني على مستوى حروب كبيرة لا يمكن أن تنتهي إلا بطاولة حوار، فالذي حصل هذا يدل على أنه لا يزال هنالك عمق في الخلاف ما بين الحزبين الكرديين. أعتقد هنالك يجب أن تكون هنالك رؤية أوسع، هنالك طاولة حوار أوسع لغرض التوصل إلى اتفاقات نهائية، لأن هذا الوضع قد يعكس حالة سلبية ليس فقط للداخل العراقي وإنما للمجتمع الخارجي أيضا والمجتمع الدولي الذي هي أيضا اليوم لديها منظار وتنظر ما هي الحالة الموجودة في إقليم كردستان وما هي الحالة الموجودة في السلطة في العراق يعني الاتحادية. فبالتالي أكيد هذا الذي يحصل هو سوف يعمق الشرخ إذا لم تتدخل العقول الراجحة في لملمة هذا الأمور، وأن توضع رؤية حقيقية، توضع استراتيجية حقيقية، توضع توقيتات حقيقية. كل هذه الأمور يجب أن تدرس وتوضع على طاولة حوار إذا كانت هنالك نوايا حقيقية للمضي بانتخابات إقليم كردستان، المضي بجعل الوضع في إقليم كردستان مستقرا وهادئا، لأن أكيد الحزبين سوف كل منهم لديهم يعني شارع ولديهم مؤيدين، فبالتالي أكيد قد يسبب خللا أمنيا أيضا في الشارع الكردي، وهذا أكيد ما لا نطمحه ولا تطمحه الحكومة العراقية ولا المجتمع. طيب. الدولي. هذه الانتخابات تشكل ضرورة أستاذ غازي وحيوية للإقليم، غيابها لما إذا تحدثنا عن هل راح يشكل أزمة دستورية خاصة وأن عمر هذه الدورة البرلمانية قد انتهى،
ومددت الفترات لأكثر من اللازم؟ يعني حقيقة كما أسلفت بأن العملية الديمقراطية أمام يعني سؤال، وهناك ضغط دولي وضغط داخلي أيضا، باعتبار مددنا في فترات سابقة عمل البرلمان والحكومة، واليوم جميع القوى السياسية الداخلية والمجتمع الدولي يطلب إجراء الانتخابات وفي موعد محدد، والاتحاد حريص على ذلك، لكن ليس بهذه الطريقة. يعني أي فريق، يعني لو يعني أي فريق كرة قدم لا يلعب ويا أي فريق آخر مسبقا يعطيه 11 هدف 11-0، مقعد المكونات هو المشكلة الأساسية، ليس مشكلتنا المكونات وإنما مقعد المكونات، باعتبار هم كلهم أعضاء من حزب الديمقراطي الكردستاني. لماذا التناقض في التعامل عندما أراد الديمقراطي الكردستاني أو الأحزاب السياسية في بغداد إجراء الانتخابات للمكونات في العراق في دائرة واحدة؟ فعل كل شيء الديمقراطي من أجل أن يصبح ذلك متعدد الدوائر، لأن حركة بابليون التي يترأسه السيد ريان الكلداني حصد مقاعد المكونات وبعملية ديمقراطية، لذلك يعلم جيدا عندما تكون هناك متعدد الدوائر يخرج عن سيطرة الديمقراطي، يريد حصر هذه المقاعد له، والقيادات التي تدعي بأنهم من المكونات وهم مدافعين عن المكونات، فهم في مؤتمر الديمقراطي رشحوا نفسهم لأعضاء القيادة ولم يحصلوا على الأصوات. لذلك الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطي إذا فعلا الديمقراطي حريص على المكونات من مقاعده الخاصة، ليس 11 فليكون 22 مقعد يعطي للمكونات، لكن ليس على حساب بقية المناطق وبقية المكونات. نعم. ليس فقط هناك مكونات في أربيل، إنما في سليمانية وفي حلبجة ومناطق أخرى، لذلك أردنا التوزيع العادل. وأيضا طرحنا مقترح آخر للتسوية بأن مجموع جميع المقاعد مع المكونات في أقليم كردستان العدد 111 أن تقسم على جميع المحافظات بالتساوي، وثم أي حزب يريد أن يعطي أي نسبة للمكونات فليعطيه، وتكون الـ 11 مقعد هي حصة المكونات، واللي يريد يعطي من حصته أكثر فليعطيه. لذلك بهذه الطريقة لو يريد استمرار ويدعي بأنه فعل المفوضية، فأنا أقول بأنها ليس مفوضية أقليم كردستان، وإنما مفوضية الحزب الديمقراطي الكردستاني، وولدت ميتا، وهنا تتحكم وتفرض نفسها الجغرافية السياسية. لا يستطيع الديمقراطي إجراء الانتخابات إلا في أربيل فقط، لأن في مناطق النفوذ الاتحاد لا يستطيع. لذلك العقلانية أن يسبق كل ذلك التفاهم بين الاتحاد والديمقراطي وبقية القوى السياسية في أقليم كردستان. العقلانية لما ترجحها يعني حضرتك بأن تكون هي لغة الحوار والاحتكام للعقلانية كمنطق، إذا اسمح لي في مقاطعتك أستاذ غازي، موجودة في أقليم كردستان متفقة مع رؤى الاتحاد الوطني. طيب. الأحزاب المعارضة والغير المعارضة الموجودة متفقة مع، لما يكون هذا الاتفاق ولكن المصداق هذا، خلي قاطعك أستاذ غازي، خلي أسأل أستاذ مخلد. أستاذ مخلد، لما تكون هنالك يعني مسارات للتواصل والتفاهم بين الأحزاب الكردية، وفي حدوث هكذا مشكلة، كيف تردم هذه الهوة؟ هل من الممكن للمجتمع الدولي باعتبار أن هنالك ضغوط من البعثات الدبلوماسية لضرورة الاتفاق وإجراء الانتخابات في إقليم كردستان؟ يعني حقيقة نحن كمتابعين يعني نرى أن شرخ العلاقة ما بين الحزبين الكرديين يوما بعد يوما يزداد، وهذا حقيقة بسبب يعني أن يعني عدم الوصول إلى رؤية مشتركة. أنا أرى أن القيادات التي كانت سابقا هي كانت صمام الأمان لهذا الحزبين، وهي التي كانت يعني تقدم تنازلات أحداهما للآخر، وهذا هو السبب الرئيسي في أنه في إقليم كردستان لم نرى أن هنالك خلافا حصل في زمن الزعامات مام جلال والزعيم مسعود برزاني. طيب. فاليوم نرى أن هنالك طبقة جيلية قد ظهرت، هذه الطبقة الجيلية
تحمل في داخلها بعض الثورية الشبابية. هذه الثورية الشبابية في بعض الأحيان لا تذهب إلى اتجاه التنازل وتقديم التنازل أو من أجل مصلحة القومية الكردية، وإنما تذهب باتجاه استحقاق. لكن عندما نأتي أن الاستحقاق أكيد سيكون في قبالته أضرار قد تضر القضية الكردية أو تضر الشعب الكردي. فبالتالي أيضا هذا ينعكس حتى في بغداد، يعني عدم اتفاق القطبين الكرديين حتى في بغداد في مطالب الشعب الكردي أكيد سوف يكون هنالك خللا في الحصول على نتائج إيجابية للشعب الكردي. نحن اليوم نرى أن الدخول في والتعمق في هذا الخلاف أكيد لا يصب في مصلحة الشعوب وخصوصا الشعب الكردي العفو. فبالتالي أنا أرى أن طاولة الحوار هو الحل، والتنازل عن بعض الاستحقاقات هو الحل. لكن في موضوع الانتخابات نرى أن لكلا الحزبين هو جمهور، فبالنسبة لقانون الانتخابات سواء كان دائرة واحدة أو دوائر متعددة أنا لا أعتقد هذا سوف يضر بالحزبين في عدد المقاعد إذا كان هنالك جمهور حقيقي ذاهب باتجاه التصويت لهذا الحزب أو ذاك. فبالتالي هنالك أعتقد هنالك يعني أمور أكبر من هذا الشيء، يعني حقيقة لا أعلم ما هي هذه الأمور في علاقة الحزبين وتوتر هذه العلاقة، بس من خلال متابعتي أرى أن هنالك فواعل خارجية قد أثرت على علاقة الحزبين ووصلوا إلى ما هو عليه الآن. طيب أستاذ غازي، ليش الاتحاد الوطني وعدد من قوى الإقليم يصرون على إعادة النظر بتركيبة مفوضية الانتخابات، وهنا نتحدث عن مخاطر الانحياز أسباب أخرى في حال لم تكن هنالك آذان صاغية لهذه المطالب؟ في هذه الحالة راح يقاطع الاتحاد والتغيير هذا الاستحقاق الانتخابي، أم أن هذا الخيار مستبعد برأيك؟ يعني الصراحة بدون تفاهم ما يمكن، لا يمكن إجراء الانتخابات بدون تفاهم مسبق بالأخص بين الاتحاد والديمقراطي. يعني عندما أقول بأن الجغرافيا السياسية تفرض نفسها، هناك مناطق جغرافية لنفوذ الاتحادي، لا يستطيع الحزب الديمقراطي تحريك جندي واحد شرطي واحد في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، كيف يستطيع توزيع صندوق واحد في مناطق دون تفاهم مسبق؟ وفي نفس الوقت هذا ليس بالصدفة، جميع الأحزاب الكردية مسائين من 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 تصرفات الفردية، التفرد بالقرارات وبالسلطة داخل الأقليم في الحكم في جميع الملفات القطاعات. يعني الاستياء ليس من فراغ، يجب أن يعيد حساباته الديمقراطي الكردستاني. يعني لماذا تتفق كل القوى الكردية مع الاتحاد في هذه النقاط؟ يعني 551,000 فضائي ناخب فضائي في مناطق نفوذ الديمقراطي، كيف يقبل الأحزاب الكردية دخول بهذه الطريقة؟ يعني ألا معقول، يعني معقول سجلات لحد الآن سجلات في أقليم كردستان هناك ما يقارب 150,000 موتى، هل هذه الموتى إلى هذه الدرجة مخلصين للديمقراطي الكردستاني؟ عقود من الزمن متوفين ويصوتون للديمقراطي الكردستاني، كيف يصبح ذلك؟ وهناك أكراد من غير عراقيين مسجلين في سجلات الناخبين، تخوف الاتحاد بهذه الطريقة في محله، ليس فقط الاتحاد بقية القوة الكردية. يعني عندما نقول لماذا يخاف من ذلك، خل نعتمد على سجلات الاتحادية البيومترية، وزارة التخطيط الاتحادية، وزارة التجارة، خلي نعدل قانون الانتخابات، وين المشكلة؟ نفعل المفوضية في نفس الوقت ويكون هناك توزيع عادل لمقاعد المكونات، هناك مكونات في دهوك، في أربيل، في سليمانية، في حلبشة، فليكون توزيع عادل في جميع المناطق. طيب. وثم نذهب إلى انتخابات نزيهة نضمن فيها حقوق المواطن الكردي في أقليم كردستان. طيب. هناك أكو قضية مهمة جدا يجب أن نصص عليها، لا يتخوفوا من الانتخابات وإنما الخطط المبيتة، النوايا المبيتة من قبل
قبل الديمقراطية هو هذا محل تخوف. نعم. يعني لو نأخذ هذا التخوف، خلينا نقاطعك للمرة الثانية أستاذ غازي، أستاذ مخلد لما يتحدث عن التخوف أستاذ غازي ككائي. نعم. العالم أستاذ غازي إذا أسمح لي، يجب أن نضع حد لهذه. طيب. التجاوزات. حضرتك تتحدث عن التخوفات، خلينا نمسك هذه الفقرة. والديمقراطي أستاذ مخلد يتهم الاتحاد بأن اعتراضه ليس على المفوضية والمكونات، إنما لعدم استعداده لخوض الاستحقاق الانتخابي لما يمر به من انشقاقات في دقيقة. كيف تعبر عن هذا الرأي؟ يعني أنا تكلمت، الخلاف والاختلاف السياسي بين الحزبين قد يولد الكثير من الأمور. نعم. وأقاويل هنا وهناك، الجميع لديه ماكينة انتخابية، لديه يعني أناس يصرح عنهم، فبالتالي أكيد الديمقراطي الكردستاني من وجهة نظره أنه الاتحاد اليوم غير جاهز لهذه الانتخابات، وهو يعمل على إثارة الفتنة والشغب أو شيء من هذا القبيل. وكذلك الاتحاد يتهم الديمقراطي بأنه هنالك يعني إعداد لتزوير لهذه الانتخابات، على اعتبار أنه في فترة من الفترات الاتحاد قد أخفق في الحصول على مقاعد قد تؤهله أن يكون صاحب قرار داخل سواء برلمان إقليم كردستان أو داخل البرلمان الاتحادي. فكل هذه التخوفات هي يعني أنا أراها يعني غير حقيقية. اليوم يجب الذهاب باتجاه التثقيف الحقيقي للجمهور، لأن الجمهور هو في نهاية المطاف هو من سوف يحكم على القرار النهائي في صندوق الانتخابات. نعم. وهو الذي سوف يكون الصوت. نعم. الأعلى سواء في برلمان إقليم كردستان أو غيره اليوم. نعم. 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 عفوا أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مخلد حازم المحلل السياسي في رأيت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حدثتنا عبر سكايب من أربيل. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان.